السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتحية طيبة لكم جميعا مشاهدي الكرام أينما كنتم، أزول في الله والناس ما دي استماع. فنعود إلى كتاب الله، نعود إلى كلام الله، نعود إلى القرآن، نعود إلى الحقيقة المطلقة. هذا الكتاب ليس فيه اختلاف وليس فيه تناقض. فكنت قد يعني أعطيت طريقة علمية، تكلمت عن طريقة علمية منهجية لكي يفهم الناس القرآن، لكي يحبوا القرآن، لأن هناك قراءة القرآن من أجل القراءة، القراءة العمودية، وهناك قراءة القرآن من أجل فهم القرآن. يجب أن نبحث في القرآن ونتدبر القرآن، نفهم، نحاول أن نفهم، لأن كل الناس يقرأون الكتب ليفهموها. كل من يقرأ كتاب يقرأه ليفهم ما فيه، إلا لما يقرأ القرآن لا يحاول أن يفهم ما فيه. أتدرون لماذا؟ لأن هذا أصحاب التخصص الذين ينتفخون علينا بالفقه هم الذين نفروا الناس في القرآن، هم الذين خوفوا الناس وفزعوهم بأنكم لا تفهموا القرآن، بأنهم هم الذين يفهموا القرآن، هم الذين درسوا البلاغة ودرسوا علم البيان ودرسوا النحو ودرسوا اللغة ودرسوا القاموس، وهم الذين يفهموا القرآن. أما باقي الناس لا يفهمون القرآن، فسنوا سنة سيئة. هؤلاء سنوا سنة سيئة وهم لا يشعرون، لأنهم أبعدوا الناس من القرآن، لأنهم نفروا الناس من القرآن، لأنهم يعني فزعوا الناس وخوفوا الناس من القرآن. كل الناس يفهمون القرآن لأنه أنزله الله سبحانه وتعالى ليفهمه الناس، لأنه يخاطب العقل، ولأننا كلنا أتانا الله عقل، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. لكن الناس الآن أصبحوا يخافون من القرآن، لا يحاولون أن يفهموه، وإذا قرأوه يقرأوه فقط ليقرأوه ليختموا هذا القرآن. لا ندري لماذا، لماذا يقرأون القرآن؟ لا ندري، أنا لا أدري لماذا. إذا كنت تقرأ ولا تفهم فلا فرق بينك وبين الذي لا يقرأ. إذا كنت تقرأ القرآن فقط لتقرأه فلا فرق بينك وبين الذي لا يقرأه ولا يعرفه، لا فرق. فكنت قد أعطيت طريقة منهجية، طريقة علمية لتسهل هذه، ليسهل فهم القرآن على الناس، ونحن نريد أن نحبب الناس في القرآن. هؤلاء الذين ينتفخون علينا بالفقه، هؤلاء نفروا الناس من القرآن، كرهوا الناس في القرآن، خوفوا الناس من القرآن، أبعدوا الناس من القرآن. نحن نريد أن نحبب الناس في القرآن، ونريد أن يقرأ الناس القرآن بوجدانهم، وأن يقرأوه ليفهموه. فهناك الآن برمجيات، يعني في الحاسوب الناس، كل الناس عندهم تقنيات، هذه التكنولوجيا الحديثة. هناك برمجيات الآن تدخل كلمة في القرآن وتبحث عدد الآيات التي جاءت في هذه الكلمة والسياقات، وبالمفرد وبالمثنى وبالجمع إلى آخره. هذا من فضل التكنولوجيا، لما لا؟ فبالنسبة للشباب يعني سيجد سهولة لكي يتدبر ولكي يبحث في القرآن. نريد الشباب أن يبحث في القرآن. أنا لا أقول للناس اتبعوني ولا خذوا ما أقول، يعني هذه التفسيرات، أنا أقول ضربوها عرض الحائط، هذا اجتهاد شخصي للدكتور محمد فايد. لكنني أدفع الناس ليقرأوا القرآن، أحبب الناس في القرآن، أشوقهم لمعاني القرآن، وهذه هي الغاية التي يجب هكذا أن يكون. وبدأ الناس يقرأون القرآن وأحبوه، ورجع الناس إلى القرآن، والحمد لله. اللهم لك الحمد. الشباب بدأ يبحث في القرآن الآن، بدأ يتحرر من هذا، يعني هذا الطاغوت السلفي، هذه المصائب، هذه التي أبعدت الناس من كتاب الله سبحانه وتعالى، وأوحلته غطساته في يعني في التراث العباسي. كتاب الله أولا، كتاب الله. فكنت أعطيت طريقة وتكلمت للشباب أن ينظر رسم الكلمة. الشباب عندنا الأمازيغ عندهم رسم القرآن، عندهم ورش، مصحف ورش فيه رسم القرآن، كيف الكلمة تكتب، رسم الكلمة، هل الهمزة فوق الواو، هل فوق السطر، فوق الألف. الهمزة جاءت فوق الواو في آية واحدة فقط، فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. مثلا أعطيت مثلا الواو، يعني هذه الربا مثلا، أعطيت مبنى كلمة الربا، مبنى الكلمة كيف تكتب. لما يتغير المبنى لا يتغير المعنى، لكن يتغير أهمية المعنى، أهمية الكلمة. والشباب هكذا، أما لا ترادف في القرآن، ليس هناك ترادف في القرآن، الكلمة تكتب، لما يتغير المبنى يتغير أهمية المعنى، يعني قوة المعنى. والغاية من الآية كذلك يعني تصبح قوية.
يعني هذه الربا مثلا جاءت مثلا بالألف في آية واحدة، وهي لا تهم الربا المحرم، وجاءت بالألف فوق الواو، الربوة الألف فوق الواو، يعني في الآيات الأخرى اللي فيها تحريم واللي فيها شرع طبعا، ويجب أن يفهم الناس المبنى. هذه طرق الشباب وكل المسلمين، هذه طرق لكي يعني تنتبهوا للكلمات كيف تكتب. مصحف حفص ليس فيه مبنى الكلمة وليس فيه يعني طباعة على طبع، لكن مصحف ورش فيه رسم القرآن، رسم القرآن، هل الألف ثابتة، هل الألف غير ثابتة في نصف القرآن الأول ونصف القرآن الثاني، هل الهمزة فوق الواو، فوق الألف، فوق السطر، ثم التاء هل مبسوطة، رحمة ربك، هل رحمة ربك بالتاء مربوطة ولا بالتاء مبسوطة، امرأة هل بالتاء مبسوطة ولا بالتاء مربوطة، امرأة جاءت بالتاء مربوطة في آية واحدة، إن امرأة خافت من بعلها نشوزا، فقط امرأة، في الباقي كله امرأة بالتاء مبسوطة. فهكذا نتدبر يعني القرآن. لكن أتكلم عن شيء خطير جدا، شيء خطير، شباب انتبه. فهناك شخص أظن أخ في مصر يعني الآن عنده مخطوطات قديمة، انظروا كيف القرآن كانت الكلمة تكتب، انظروا كيف قرأوها. هذا لا نقبل به، نحن نختلف مع هذا الأخ، نختلف معه تماما. لماذا؟ لأن القرآن حفظه الله سبحانه وتعالى، لا يمكن لشخص أن يغيره، الله حفظ القرآن، لا يبقى شخص يتفضل علينا. هذه القرآن تكتب، قرأه الناس، حفظوه بالتواتر، وصلينا بالتواتر، ليس بصحاب الحديث. هناك من يقول: من الذي أوصل إليك القرآن؟ الذي أوصل إلي أن القمح يعجن. يعني نحن على الذين أجوبة، يقول لك واحد، قال لك من أوصل إليك القرآن؟ اللي وصل لي القرآن هو اللي وصل لي أن القمح يطحن ويعجن ويخمر ثم يخبز. أشياء المتواترة في الحياة في الدنيا لا نحتاج أحد، لا صحابي ولا أي أحد، هذه أشياء متواترة، لما نزل الوحي حفظه الناس ثم بقوا يحفظونه فقط، لا تتفضل علينا بخزعبلاتك العباسية. فهذه الحديث غير ثابت، لا يبقوا يغنيوا أغنية القرآن، نقطة. إن شاء الله وسنرى. ولقد وصل عهد القرآن، لماذا؟ لأننا في عهد العلوم الكونية وعصر التكنولوجيا، سنفهم القرآن أحسن من الوقت الذي نزل فيه القرآن، لأنه في علوم. فهذا الأخ يقول بأن هذه وثائق قديمة، مخطوطات قديمة، انظروا الكلمة كيف كتبتهم، قرأوا هكذا. هذا الشخص سيشكككم، وأن القرآن محفوظ، وأن مصحف ورش يقرأه الناس لا اختلاف فيه، وأن الله حفظه. هذه الفكرة الأولى يا شباب. الفكرة الثانية، كاين هناك شيخ في مصر، حسونة، أنتم تعلمونه في الفضائيات واللحية العريضة، الشخص دائما يبكي، ما لا ندري لماذا. فهذا الشخص غريب جدا، أنا أتساءل مع نفسي، هذا الشخص الذي يتبعه الناس في العالم، هل هي السلفية الوهابية، هذا الشخص هل يعلم ما يقول؟ هل يعلم ما يقول؟ أما الذين يتبعونه مخدرون، أنا لا أدري، أنا أتساءل، أنتم كذلك. هذا الشخص يقول بعظمة لسانه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن يموت أقسم للناس بأن آية الرجم نزلت ولم يكتبها. ماذا تقول يا مسلم العالم؟ هل هذا الشخص، هذا المخلوق، هذا الكرياتور، هل هذا المخلوق يعلم ما يقول؟ هل يعي ما يقول؟ هل لديه مخ؟ هل يعني أظن أنكم يعني أدركتم الخطر. يقول للناس أن آية الرجم نزلت من الله وعمر لم يكتبها، وأن عمر أقسم للناس بأنها نزلت وهو لم يكتبها. ماذا يعني هذا الشباب؟ ماتيماتيك، الرياضية دائما، لا لوجيك، المنطق، ماذا يعني هذا؟ يعني هذا أن عمر بن الخطاب كان يكتب على هواه، ولا علي ولا معاوية ولا المدونين ولا هذا زيد بن ثابت ولا يعني هذا عبد الله بن مسعود ولا عبد الله بن عباس، هذو كانوا يكتبون على هواهم. هذه من جهة. هل حسون يعلم أن الرسول كان يرتل القرآن في الليل؟ ليس يقرأه، يرتل، هي يرتب القرآن، يرتب القرآن وينظر المواضيع والسياقات الآيات. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل، وربما الليل كله لا يكفيه لكي يرتب آيات القرآن في السياقات
لما يذكر الطلاق الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرتب الآيات، يرتلها، يعني الطلاق جاء هنا وجاء هنا. وتصوروا الطلاق جاء في سورة البقرة، أحكام الطلاق في سورة البقرة، ثم هناك سورة اسمها سورة الطلاق. سورة الطلاق، انظروا الحج، أحكام الحج جاءت في البقرة، ثم هناك سورة اسمها الحج، سورة الحج ليس فيها أحكام الحج. كان يرتل، يعني يرتب القرآن ويدرس القرآن ويعني يفهمه ليبينه للناس. هذه هي رتل القرآن ترتيلا. شيوخكم قالوا لكم أننا نرتل القرآن، هاتوا المال لأننا نقرأ عليكم قراءة جميلة وجيدة ورنانة. هؤلاء راك يغنيوا بالقرآن، هذا هؤلاء أغاني. القرآن يقرأ بطريقة هادية لكن يفهم، وليس يغنى به في الأبواق. يعني حان الوقت كي نغير هذه المصائب هذه، والله إلا حان الوقت، يعني وسنغيرها إن شاء الله تعالى، لأننا على الحق والله سبحانه وتعالى سينصرنا. حسون يقول بأن القرآن ناقص أيها المسلمون، ولم يحاسبه أحد لأنه سلفي، لم يحاسبه أحد. هذا كان المجمع الفقهي سجل دعوة في المحكمة ضده، لأنه يقول أن القرآن ناقص، ولأنه يقول أن عمر أقسم بأن آية الرجم نزلت ولم يكتبها. هل علم حسون بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرتل القرآن ويراجعه، وكان جبريل عليه السلام قبل أن يموت راجع مع القرآن مرتين؟ هل حسون يحفظ كتاب الله؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هل يحفظ القرآن هذا المخلوق؟ والله شيء غريب، والله إننا نستغرب. هذا الشخص يقول بأن آية الرجم نزلت وعمر يقسم بأنه لم يكتبها. إذن هناك أشياء أخرى لم تكتب، وربما يطلعوا لنا بأن القرآن ناقص منه سورة أو سورتين. هل ممكن؟ وما بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الرسول حي، لا يمكن، لا يمكن الآية تنزل في سورة النور، تنزل آية وما يكتبش عمر، وإلا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يراجع القرآن. طبعا كان يراجع القرآن ويرتل القرآن. لكن هناك من يتكلم هكذا، لأن لا يمكن أن يكون القرآن ناقص، والله يقول إنا نحن نزلنا الذكر والحمد لله. الناس واش يحفظوا القرآن ولا كيتكلموا هكذا على هوا؟ ما أنا لا أدري هؤلاء واش عندهم شي مخ ولا. ديما الماتيماتيك الرياضيات، ولذلك أقول الشباب الرياضيات لماذا يصبح عندك عقل منطقي؟ أشياء التي ليس تخالف المنطق، يعني لا تنطق، لا تقولها. هذا الشخص الذي يقول القرآن ناقص منه سورتين، والله تيقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ويقول إنا نحن نزل الذكر وإنا لا له حافظون. وإذا الله ما حفظش القرآن، إذا لا تحسب. يعني انتبهوا الشباب، انتبه. أنا أفتح عقلك على الأشياء، لا تتبعني، اضرب كلامي عرض الحائط. لما تقرأ القرآن حاول أن تقرأه بوجدانك، ليس بلسانك ولا بعينيك، بوجدانك تقرأ، يعني وانت داخل القرآن مع الله، لأن الله يخاطبك لما تأخذ القرآن بين يديك، فالله يخاطبك لأن رسالة منه إليك، يعني تقرأ القرآن بطريقة صحيحة. هذه الأشياء التي أردت أن أوضحها، لأن هؤلاء سنوا سنة سيئة، لأنهم أبعدوا الناس من القرآن وخوفهم، لأنهم هم الذين يفهموا، هم أصحاب القرآن، هم رجال القرآن، والباقي كله أمي. هذه سنة سيئة وهم لا يشعرون أنهم عملوا ذنب. الفكرة الثانية أن هناك من يقول القرآن، هذا الأخ اللي في مصر يعني عنده هذيك المخطوطات القديمة، يجبدها من تحت الأرض، تقول بأنها انظروا كيف كتبت الكلمة، هذا ليس صحيح. ثم الثانية حسنا يقول أن القرآن ناقص، آية الرجم ناقصة. لا أدري لماذا قالها، هل يريدنا أن نرجم ولا أن نزيدها في المصحف باش ترجموا النساء؟ لا أدري لماذا قالها. شيء غريب والله، الله شيء غريب في هذه المسائل هذه. فأي الشباب طريقة منهجية، طريقة علمية لتقرأ القرآن، انظر الآية، انظر الكلمة التي تريدها، تريد مثلا أن تعمل بحث على الروح، انظر الآيات اللي فيها روحية كثيرة، انظر الآيات اللي فيها الروح، وانظر الآيات ويعني السياقات. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، الروح ديما معها الأمر، والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، دائما الروح مع الأمر. ثم في سورة النحل، أتى أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون، ينزل الملائكة بالروح من أمره، بالروح من أمره، دائما الروح مع الأمر. سنتكلم في هذه الأمور، المهم أنا أعطيت أمثلة لكي أفتح يعني عقلك على قراءة القرآن.
ماشي. ثم يعني فأرسلنا إليها روحنا، روحنا فتمثل لها بشرا سويا، فنفخنا فيها من روحنا. ثم أشياء هكذا، يعني أعطيت مثل الروح هكذا، لكن انظر السياقات، انظر يعني. فلماذا؟ لأن الروح القدس، بين الفرق بين الروح القدس ونفر، لكن الروح تبقى الروح، المعنى لا يتغير، لكن السياقات هي لما تفهم الروح أنك ممكن تفعل بها الآيات كلهم. لما إذا فهمت الروح ما هي، الروح ليس شيء، ليس شيء شيء مادي، يعني ليس برد أو ريح أو شيء، لا قال نفخنا فيها، معنى أن هذه بحالة قلنا يعني بالإنجليزية ترانسفير، يعني أشياء يعني الله سبحانه وتعالى جعلها تصل هكذا، يعني ما محتاج الله ينفخ عليه. فهذه مثل آخر لأختم لا أطيل عليكم. هل الرسول شباب؟ سؤال، لما لا نجتهد. خطاب الرسول والنبي، يا أيها الرسول، جاءت في آيتين تتعلق بالرسالة. يا أيها الرسول بلغ ما أوحي إليك، وفي الثانية يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. هذه فين خاطب الله الرسول، يعني يا أيها الرسول، الباقي كله يا أيها النبي، 15 آية يا أيها النبي. وسترى بأن يا أيها الرسول تتعلق بالرسالة، يا أيها النبي تتعلق بمسائل دنيوية، أشياء تتعلق بالرسول وحتى بحياة الرسول. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. يعني هذه أشياء أمثلة، هذه أعطيك أمثلة الشباب لأشهيك في قراءة القرآن. ثم هل كان الرسول يعلم أنه سيكون رسول؟ شباب سؤال، سنطرح أسئلة وسنجيب عليها، وسنقترب من الله، سنحب الله سبحانه وتعالى، سنحبه دون أن نشعر، سنحبه وسنعبده، ليس طمعا في الجنة ولا خوفا من النار، سنعبده لأننا نحبه. ولما نصير بين يديه، لما نصبح بين يديه، يفعل بنا ما يشاء، إنه هو السميع العليم، وإنه هو العليم الحكيم، وإنه هو الغفور الرحيم، وإنه هو الرحمن الرحيم. لما نكون بين يديه يفعل بنا ما نشاء، لكن سنحبه وسنعبده. يعني وخلقنا في هذا الكون لنصلح ولا نفسد، هذا هو الميزان، الدين كله هو هذا. يعني فلسفة، يعني بالعقل الفلسفي، العقل العلمي، أن الله خلقنا لنصلح ومنعنا من الفساد. فعلوا ما شئتم، فإذا مشيتي مع الفساد ضيعت نفسك، وإذا ذهبت إلى الصلاح فأنت نبي. هكذا الأمور أن تفهم الشباب، هكذا تفهم. لماذا؟ لكي تفهم الدين بيسر، ولكي يعني هل مسألة التفاهات، تترفع عن التفاهات. هل المرأة تستر شعرها؟ هل تستر صدرها؟ هل المرأة تتعطر؟ هل المرأة يعني تتكسر؟ يعني تصبح يعني تسمو بنفسك، تصبح لديك تفاهات، تصبح لديك. لماذا؟ لأن حتى ولو رأيت امرأة عريانة لا تحس بشيء. لماذا؟ لهذا هو الذي، هذا هو الوجدان، هذا الذي نريد الناس يعني أن يصلوا إلى هذا المستوى. هاي المرأة أمامي رأيتها من بعد، فهمت كيف؟ هاو الخمر أمامي فوق المائدة، أمامي فوق المائدة، لا أشرب خمر. هكذا الأمور تفهم، الدين يدخل داخل الوجدان، يولي الشخص هو أوتوماتيكيا يراعي الله، ليس لأن هناك قانون أو لأن الناس سيلعنونه أو خوفا من كلام الناس أو سيقولون له أو. لأن يعني أخوات الآن ما قدروش ينزعوا الغلاف الأسود خوفا من كلام الناس، لأن الحق ليس فيه استحياء، الله لا يستحي من الحق. اقتنعت بشيء فهمته، أنت تعبد الله وتحب الله، الباقي كله أوت، كله رميه فقط. فهذا سؤال، هل الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم أنه سيكون رسول؟ هل كان يعلم أنه سيكون رسول؟ الجواب نعم أم لا؟ يعني لا، لا يمكن أن، يجب أن تبحث في القرآن. فسيدنا المسيح كان يعلم أنه سيكون رسول، سيدنا موسى كان يعلم أنه سيكون رسول،
وأوحينا إلى أم موسى أن ارضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم فإنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. الله أخبر أم موسى بأنه سيكون من المرسلين. ومريم العذراء عليها السلام، إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا وفي الآخرة ومن المقربين. يعني ثم إلى أن يقول الله ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل. فمريم عليها السلام كانت تعلم أن المسيح، أن عيسى سيكون رسول، لكن علينا هناك الرسول مثل سيدنا زكريا لما ناداه الله سبحانه وتعالى يا زكريا وإنا نبشرك بيحيى بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. يعني هذا يعني سيدنا يحيى آتيناه الحكم صبيا. فهل الرسول، هل محمد صلى الله عليه وسلم كان يعلم أنه سيكون رسول؟ لا لا يمكن أن نجيب، لكن ننظر في القرآن ماذا يقول القرآن. القرآن يقول يعني وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ويقول له الله سبحانه وتعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. إن الرسول ما كانش عارف غادي يكون رسول. يعني وما كنت هذه وما كنت تتلو من قبله من كتاب وما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان وما يعني أشياء آيات فيها يعني الله تقول له ما كنت يعني ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل عليك الكتاب وعلمك الكتاب والحكمة يعني وكان فضل الله عليك عظيما. أنزل عليك الكتاب والحكمة وكان فضل الله وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما وعلمك ما لم تكن تعلم. يعني هذه الأمور هذه ما كان الله سبحانه وتعالى يعني كان يعلم أنه سيكون رسول. آية أخرى وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة منا وما كنت ترجو الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش يرجو أن الكتاب وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة منا فلا تكن ظهيرا للكافرين. لكن آية هذه في سورة الأعراف ألف لام ميم صاد كتاب أنزلناه إليك فلا يكون في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين فلا يكون في صدرك حرج من كتاب أنزلناه إليك فلا يكون رسول. لم يكن يعلم أنه سيكون رسول بالبتات. وهذه هو الفرق في الرسالات وهذه هي قوة الرسالة وهذه هي قوة القرآن. ثم لماذا لا نبي بعد الرسول؟ يعني ليس هناك رسول وليس هناك رسالة بعد الإسلام بعد القرآن. لماذا شباب لماذا؟ لأن يعني لا نحتاجه، لأن هذا فيه خبر إلى يوم القيامة. نعم أحسن من ذلك لأن فيه العلوم، لأن الكتب السابقة ليس فيها علوم، هذا فيه العلوم. ولا نحتاج كتاب بعد هذا لأن فيه العلوم، ليس الشرع، الشرع كان دائما وهذا يقر بالشرع اللي كان في الإنجيل وفي التوراة، لكن فيه العلوم. لا نحتاج رسالة بعده لأن فيه العلوم، لا نحتاج رسالة بعد القرآن لأن فيه العلوم. والعلوم نحن نعيش الآن في عصر العلوم، عصر الديجيتال والساتيلايت والمسائل هذه، فلا نحتاج رسالة ولا نحتاج كتاب لأن فيه العلوم. ولما نقول العلوم تشغيل العقل، فالله هذه العلوم هي التي ستجعلنا نعرف الله سبحانه وتعالى ونصل إلى الله. يعني هذا يعني الأشياء هكذا يجب أن نرى القرآن وهكذا يجب أن نقرأ القرآن. يعني أمور لو 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 تقرؤون القرآن يعني كما نقرأه نحن، إحنا صعب علينا نختم القرآن، يصعب علينا ختم القرآن علي. وليس مهم أن نختم القرآن، أن نختم القرآن ليس مهم، المهم أن نفهم القرآن. لو أن نفهم آية واحدة تبكينا حسن من ختم القرآن ألف مرة. آية واحدة تفهمها وتبكي أحسن من ختم القرآن ألف مرة. هكذا لا يتعدى حنجرتك. يعني لذلك أن ندخل في القرآن، أن
نرتاح لهذا القرآن وأن نحاول أن نفهم القرآن. سنعيد الناس للقرآن لأنه كتاب عجيب وكتاب رحيم، والله يعني كتاب يستحق محبتنا، كتاب يستحق المحبة هذا الكتاب. فالشباب الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يدري ولم يكن يعلم. لماذا؟ لأن في سورة يونس يقول الله سبحانه وتعالى أليم كذلك إلى قدرت تحفظ القرآن يكون أحسن، يعني لما تكون حافظ القرآن الأمور تصبح عندك سهلة. يعني وأنا تركتهم يقولوا فإذا لا يحفظوا القرآن، حتى أن واحد قال لهم كيعرف اللوتار إمام كاليفورنيا إمامهم، قال لهم راه كيضرب اللوتار. ملي كيولي إمام يقول هذا الكلام، مستوى الأرض البلغة، إمام يقول بأن الفايد لا يحفظ القرآن وأنه كيضرب لوتار. ومن بعد كان نعزف على الناي والكمان ولوتار وحتى لا أدري ماذا، ومن بعد أين المشكل؟ لأن هذه الأمور منبوذة عند الناس، الموسيقى منبوذة عند الكهنوت. لما يقول الناس بأن هذا الشخص عنده موسيقى يعني سيكرهونني، هو في عقله هكذا، لكن الموسيقى ليست حرام، ولا يمكن أن نعيش بدون موسيقى، حتى موسيقى الطبيعة لا يمكن أن نعيش بدون أصوات. الله أعطانا ودنين وعينين ونيف نشم به وسنان نأكل بهم، أن يفهموا هؤلاء السنة الكونية وسيحبون الله. إذا فهمت السنة الكونية ستحبون الله أكيد. هذا في سورة يونس يقول سبحانه وتعالى وإذا تلا علم آيات نبينات قال الذين لا يرجون لقاءنا إيتي بقرآن غير هذا أو بدله. لو كان الرسول كان عارف شي حاجة، كان لو كان مهيئ من قبل يعني ودرس وجمع هذا، هو ما عارف والو، كيتي يأتي الوحي. لماذا هذيك المرأة اللي جات عنده قال لا ما عارف والو، هذيك اللي كانت تجادل أي قد سمع الله التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، ما كان عارف والو الرسول صلى الله عليه وسلم، قال لا ليس لدي شيء. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم نزل القرآن، وكذلك لما يقول الله يسألونك عن، دائما الله لك يجوب. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو رسول حقا، رسول الله حقا وليس كذبا، والقرآن رسالة حقيقية، رسالة حقيقية وليس كتاب مؤلف. ولا بعض الأشخاص بدأوا كيشكوا في لا القرآن نتشبت به ونتشبت بكلام الله سبحانه وتعالى حتى نلقاه. أسأل الله سبحانه وتعالى ألا نفتن. في سورة يونس هذه وإذا تتلى علم آيات نبينات قال الذين لا يرجون لقاءنا إيتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. يعني الرسول ما يمكن يبدل القرآن، ما يمكن يزيد ولا نقطة باء، ما يمكن. وماذا يقول من بعد؟ ماذا يعني هذا القرآن؟ لكن حسب ما يقول الرسول طبعا هذه يعني هي. ولو شاء الله ما تلوته عليكم، الآية اللي تبع هذه القراءة، ولو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. وقال لهم يعني 40 عام هو معاهم، يعني لو كان يعني يألف القرآن كان يعني من اللي كانت عنده 30 سنة أو أقل، قال لهم لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. ولا يوم واحد تكلم الرسول عن شيء، ولا حتى كان يعني معروف، ولا قال شعرا ولا كتب شيء.